عاملة حبك محشي من الله. الله عايزة اكل عايزة اكل. ازيك؟ في ريحة محشي جاية من شقتك. مين محشي؟ رزوت انت عرفتي؟ يا بنتي امك عملت الاكل ولا لسه؟ انا على لحم بطني. عملت وعملت محشي؟ يا انا جعان قوي. انا هاكل معاك يا دي النيلة. بص يا حبيبي دي الشنطة دي فيها الاكل كله، واحد ياخده منكم. بس انت عارف يا بابا ان قرب بتبقى في النادي. اه يا بابا، ودي بتشم كل حاجة. بتشم كل حاجة؟ هي قطة ولا ايه؟ بابا هي روح قلب بابا. امال النهارده كانت عامله محشي مرضيش ياكلوني معاهم. لا غلطانه ام انا. وانت عرفت منين ان هي كانت عامله محشي؟ وانت طلعتي عندها البيت؟ لا انا شميت. شميتي؟ شميتي ازاي؟ اصل انا بشم من على بعد 5 كيلو. يعني انت قربت تعرفي تشمي اي حاجه من عند بعض؟ ايوه يا ابني، ده انا بقول لك انا بشم من على كيلوهات. طب انا اخبي ايه في الدور الخامس؟ ثانيه واحده. ايه ده؟ الله ده ريحه فستق، انا بحبه قوي. يا ريتني ما قلت لك. لا بقول لك ايه بقى يا بحر، شوف لك حل مع بنتك زي بدل ما ماما قلتها لك. لا دي بنتي ملاك، ما بتعملش لحد حاجه. دي بتاكل اكلنا. بتاكل اكلكم؟ ده انا مربيها على الغالي كله. يا عم اسكت بقى، دي بتقعد تشمشم لنا في الاكل ولا كانك مخلف قطه. بنتي موهوبه. بل انت شكله باهان. استاذ مصطفى عارف انت جاي ليه؟ جاي تشتكي لي من اروى عشان ماشيه تشمشم في مطابخ الناس. يا عم اشتكي لك من اروى ايه؟ انت معاك كنز. كنز؟ كنز ايه؟ انت في دي احنا ممكن نعمل بيها مصلحه تكسب فوق ال 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه؟ اروى يا حبيبي، بابا جبت لك البيبسي اللي بتحبيه. ما بحبوش. انت الشيتس هو اللي انت بتحبيه؟ ما باكلوش. بنت انت بتتوجع علينا ولا ايه؟ ده انت طول النهار والليل عماله تشمشمي. شوف لنا الخريطه بقى فين. يا روح قلب بابا اللي انت عاوزاه كله. طيب الشجر اللي هناك دي.